بنناقش كافة القضايا. أهم شيء إحنا بدنا نشوف شو عملنا خلال بين الشهرين بين الاجتماع والاجتماع، شو اللي كان من توصيات وشو تم تنفيذها، وين كان في إعاقات وتحديات، وبتم دراسة ماذا سنعمل في المستقبل. يعني إحنا مسرورين إنه أصبحنا قريبين من حل مشكلة الكهرباء في هذا الشتاء، مضى دون أي مشكلة تقريبا لا تذكر بعض المشاكل، واللي احنا متخوفين ايضا يصير مشاكل في الصيف. راح يتم دراسة هذا الموضوع، وهناك في بشرة جيدة انه راح يكون في زيادة في كمية الكهرباء اللي راح نحصل عليها، اللي تعالج او تواجه نمو استخدامنا في موضوع الكهرباء. وايضا احنا كمان بدنا كما عملنا ضمن خطة في مواجهة المخفض في فصل الشتاء، راح نعمل كمان خطة لمواجهة المشاكل اللي بنواجهها في أثناء الصيف والحر وموجات الحر القادمة. مثلا في موضوع تنظيم أنفسنا وخاصة في تنظيم الأسواق، هناك كان في نجاح سنستمر في ذلك إن شاء الله. مواجهة أنواع الجريمة والتجاوزات والأخطاء، اللي احنا صافي عنا وضع جيد لكن مش كما يجب، سنستمر في هذا الجانب. سنستمر في تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبعض المشاريع في البنية التحتية ان شاء الله ان ننجح بها. سيكون في القريب العاجل ان شاء الله مؤتمر لإطلاق الخارطة الاستثمارية لمحافظة طول كرم بموجب دراسة مضى عليها تقريبا دراسة اكثر من عام، واحنا بنعمل في هذه الدراسة في مؤسسات يعني مختصة في هذا الجانب. سيكون هناك إطلاق وهو دليل للمستثمر كيف يستثمر وكيف يربح، إن شاء الله هذا سيتم الإعلان عنه قريبا، ولكي نستفز رأس المال بأن يدخل الدورة الاقتصادية أكثر في هذه المحافظة. كيف ننظم العلاقة بيننا وبين أهلنا في الخارج، كيف نرتقي بوضع جامعاتنا وخاصة جامعة خضوري، هذه المؤسسة التي لها أثر قوي جدا في الجانب الاقتصادي. كثير من المسائل، كافة المسائل راح تطرح في هذا الاجتماع، وستخرج نتائج إن شاء الله نخبركم بها إن شاء الله.